ليفت اوف اوف ذا اتلاس 5 وذ كيوريوسيتي. من قاعدة كيب كانيفرال الجوية العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، أطلقت وكالة الفضاء ناسا مركبة كيوريوسيتي إلى كوكب المريخ على متن صاروخ أطلس 5. يأمل العلماء أن تزودهم بماضي وحاضر ومستقبل الكوكب الأحمر وإن كان يصلح للحياة، وتقدر قيمة المشروع $2.5 مليار. بدأنا عهدا جديدا من استكشاف المريخ مع هذه المهمة، ليس فقط من الناحية التقنية لكن أيضا فيما يتعلق بالعلوم وبيولوجيا الفضاء. أمل أن نحصل على عمل أكبر أكثر مما يتحمله العلماء في الوقت الذي تهبط فيه المركبة على السطح. أتوقع أن يتجاوز حجم المعلومات ما عرفه العلماء قبل ذلك. المركبة، وهي جزء من مختبر ناسا للمريخ، مزودة ب17 كاميرا وعشر آلات ومعدات علمية، منها مختبر كيمياء لبحث التربة والعينات الصخرية، وستهبط المركبة على سطح المريخ في آب 2012.